طعم كوبايات. بس طب ليه مش هجيب لها حاجه ليها هي؟ اجيب لها عبايه مثلا. يعني عادي اللي عايزاه كله تحت رجليها اللي هتطلبه يعني. او مفيش حاجه تغلى عليها. انت بقى هتجيب لها ايه؟ تفكر في ايه؟ لو عليا لو طول اجيب لها القمر اجيبه لها. ده اقل حاجه يعني ده والدتي. اجيب لها حاجه دهب. تقول ايه لمامتك في حلوة؟ اقول لها كل سنه وانت طيبه وانت اللي لينا وملناش غيرك. ربنا يخليك لينا. طبعا هي تستاهل كل خير طبعا. كفايه ان هي جابتنا على الارض الجميله دي. فكفايه ان انا اقول لها كل سنه وانت طيبه احلى ام في الدنيا. والهديه طبعا مش هينفع افضحها على الهوا يعني. لازم تقول لنا ايه. لا طبعا ما ينفعش. طيب هفضح الهديه على الهوا كده يعني ينفع؟ هي هتيجي تطلبك بيها. طيب لما يجي عيد الام بقى تبقى تشوفها هي بقى شخصيا بقى. عرفني بنفسك. خالد عبد العزيز. هتجيب ايه لمامتك في عيد الام؟ هجيب ايه لمامتي في عيد الام؟ هقول لها بحبك قوي. مش هجيب لها هديه؟ لا لازم اجيب لها هديه. ايه بقى هي؟ هجيب لها اشوف اي حاجه بتحبها واجيبها لها. انا بقول لوالدتي كل الحاج احمد مرعي. هجيب ايه لمامتك؟ انا بقول لها كل سنه طيبه وربنا يخليكي لينا ويحفظك وانت الحياه كلها. مش هجيب لها هديه؟ الهديه انك انت مش الام ملهاش يوم واحد انك تذكرها فيه. الام دي تذكر كل يوم. هدية جديلة. أجيب لها طبطوب كده حلو ولا أجيب لها حاجة كده حلوة؟ طيب في عيد الأم. أنت طيبة.